مشاهد القتل والتقتيل التي تمثلتها السينما الأمريكية والدراما الأفلام أضحت حقيقة وواقع يعايشه الشعب الجزائري مضطراً لا بطل، بل ويستفيق ويرغم على رؤية مشاهده الدموية والوحشية. فقد سجلت الجزائر في السنوات الأخيرة آلاف قضايا القتل، والتي تربعت على عرشها قضايا القتل العائلي، الزوج يقتل زوجته والعكس، والأم تقتل حتى فلذات أكبادها، وهي الملفات التي حيرت حتى فطاحلة المحققين وجعلت الجميع يقفون عاجزين عن استيعاب أسباب إقدام من تربطه صلة الدم أو المصاهرة على قتل قريبه. الأسرة انحرفت عن مسارها الحقيقي، حيث كانت أسر محافظة ومتمسكة ومترابطة، في حين أصبحت تداخلات فرضها المجتمع الحديث، ومن هنا أصبحت الحبوب المهلوسة والمخدرات وهذه القضايا التي عكرت صفو الأسرة، مما أدى بها أغلب الحالات تكون بهذا المستوى من الانحراف، زيادة عن أوضاع اجتماعية ونفسية كانت خلال الحقبة الأمنية التي أدت ببعض الانهيارات العصبية. لا شك أن الجريمة أصبحت تأخذ أبعاد جد خطيرة في المجتمع الجزائري، ومن هنا يستدعى جميع الفاعلين في المجتمع. ولا شك أن المسجد له الحلقة الكبرى والمحورية في جميع القضايا، وخاصة القضايا الاجتماعية والتربوية، مما يؤهله إلى علاج هذه القضايا ولو بشيء مبين ولو بشيء متدرج. أرقام يرى الشارع أنها تستدعي دق ناقوس الخطر، وهي الآراء التي ترجمت ذهوله من هول ما عاشته ولاية قسنطينة على وقع إقدام الأم البيولوجية، وهي الحاصلة على شهادة مهندس دولة على قتل طفليها، وهي التي تلت سلسلة قضايا كانت حواء المتهمة رقم واحد. ابتعد عن الدين، جاء كالبهيمة لا أصل له ولا اعتقاد له. تنولي للأسف احنا رانا نشوفوا هاد الأحداث بزاف ويوميا، والأم ولا الأب اللي يقتل ولاده ولا الراجل اللي يقتل مرته، هذه مرض نفسي، باسكو ما كاش منها أي أم ولا أي أب ولا أي إنسان عاقل يقدر يقتل. والناس هذا يقتل وليده وهذا يقتل بنته، لحق 18 سنة تروح البلدية والبلدية يقبلوها وتعقد وغدوة، ماشي غير تقتل راجلها. فهل غاب الوازع الديني وانطفأت شمعة الضمير لدى الجزائريين ممن اقتحموا عالم الجريمة والقتل؟ وكيف ستواجه الدولة هذا الانحدار المسيء للإسلام والإنسانية ولسمعة الجزائر في المحافل الدولية؟